شهدت اليوم قناة السويس عبور 45 سفينة بحمولة تبلغ 3 ملايين طن سفن حاويات وفقا لما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش. وكشف تقرير رسمي من هيئة القناة أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة 1,300,000 طن، حيث كانت أكبر حمولة من نصيب سفينة حاويات دنماركية بحمولة تبلغ 200,000 طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورة. كما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب القناة الجديدة بحمولة تبلغ 1,700,000 طن.